السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بابن أحمد قليم ستات، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات تنوريوها الجالية المغربية والناس والمدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان سي الحاج اخويا سبعة دراهم وتخلط. اسمع السي الحاج هاد الخيرات تنوريوها الجميع الحباب تونا. بتاريخ 23/10/2023 تيقول لنا سبعة دراهم من المطيشة الى البطاطا، من المطيشة الى البطاطا. واللي بغا حاجة وحدة بحال البصلة وبحال البطاطا 10 دراهم. واش انت ناقصتي؟ انت قلتي بحال بحال. تنحيي جميع المشاهدين وهادو الحمام تونا. مرحبا تنحاج معنا تنحاج معنا. وكدير السي الزيتوني اهلا وسهلا. قلتي لي والله لا البارح حتى هي كانت بهذا الثمن مع العجاج، مع العجاج وهذي اطلبوا تروى والخير يوجد والماء ويولي الخيرات موجودة. ما كرهناش ترجع 40 ريال او 3 دراهم، ما كرهناهاش. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان في المكان. الخير راه موجود وين الثمن راه كاين. اكيد الثمن. والخير؟ الخير موجود. وهذا اللي بغينا. بالنسبة للمواطن راه كيفية الأسعار. إوا هادي راه مني أنا وجبد، أنا تنشكي بهذا الشيء. كيفية الأسعار. وين راهم ما كرهوش. بالنسبة للفلاح. راهم شارين بايعين. هادو بيقعوا شارين. بالنسبة للفلاح راه هو محل. الفلاح شوف، الفلاح واخا واخا يعايرني ولا يبرك. شوف شوف. شوف راه ولات زاد نص بالنص المواد الفلاحية. اسمع. لا نقري والأدوية والغاز وكل شيء. اسمع. شوف شوف. شوف انا واخا يعايروني يعايروني الفلاحه. شوف واخا يعايروني انا الفلاحه واش هو يشد من لاسورانس يقول لي ما جاتش هذا العام وزايدين الثمن راه بزاف. هذوك ماشي الدراويش اللي كيديروا داك الشيء. شكون هما؟ دوك الرويسات ديال الدوله هما اللي كيديروا هذا الشيء. لا ماشي الدوله، راه الدوله ما كرهتش دي التام بجوج دراهم. دونا ما كرهتك قول بيع وشري والكسابه والفلاحه اللي ولاو باغي الفلوس بزاف ولاو باغي المناير واخا يعايروني انا. انا معاك انت ومع الاخر ومع كل واحد وين يشد من اسورانس الزباله فلوس ويزيدوا الثمن وفايت القياس. انا ما ضدت واحد غير هاد الفكره نقولها لك. هاد الراجل قلت لي السلام عليكم قال لي ما كاين لا سلام لا كلام. طلب ورقه وجمع. راه فعلا كاين الثمن. ماشي عليك انت، راه كل شيء عنده الثمن. شحال هادشي؟ وراه هادي من البارح في حد ولاد عبدون كانت 150 7 دراهم. اخويا هاد كان خيزوها ب 1500 قال لي بعتيه ب 3000 واحد. 1400 ديال ديكو. كان ب 1500 1600. 1400. شتي؟ الزيتوني اخويا يلا كتب رحمة الله ما وقتش لعبتني يا كل ساعة وساعة. هذا كنطلبوا باش يجيب الله الشتاء. واخا صابت نهار الجمعة والبارح بالليل. لا البرد راه خاص راه شي خاص متعبدوا ولينا. قلت لك انا عندي قناة تسلا. الحمد لله ما خسرنا نحنا. واش كانت هذيك البحيرة تا؟ عندنا شي هذاك التحليقة اللي كاينة خسرة. والله لا لا جيت عوض لي داك الشيء. وعلى 5000 ريال. طلبوا الله يعوض لينا وليهم. شحال تصور فيها؟ 5000 ولا 6000. في سبيل الله. حنا الدراويش حنا بحال بحال. انت قلت لك 6000. ولي سلعة مال شحال دايرين شحال عندك 6000 حنا عايشين. ولا دينا فريشات ودينا الحيمة الراس راه مزيان. والكرشة حنا صرناها. والله ما صرتها. الشق انت بغيت ناكلها. عطاتني دار انا باغي نعيش عاود لي. انت ساكن فابور؟ والله ما فات لي فابور. ساكن فابور فرحاتك. فابور بقات شي حاجه فابور. العروبية راه ولا فيها الصير اكثر من ما غادي تصيروا كل المدينه. المدينه بزاف فيها الصير.
شوفوا كديروا معنا. الله يجيب شي عام زين. وتصيف الزرع والقمح وتاكل منه وتتشبع. دور الله احسن من الجميع. وهاد الربيع بشحال غتبيع عينيا؟ انا رايت عينيا 8 9 نبيعو فيه بدرهم. شحال واحد يجزا؟ الخضره صافي يقولوا 140. 140 كاينه مليان مسكينه 140. ورا تانا ما تانا ما خاصهاش من نهار الجمعه كاينه 140 130 120. 8 ديال الساعه ديال الجمله. وشحال تقريبا عندك تاع الربيع هنا؟ عندي شي 400 ديال 400 ثمن 6 دريال. 100 ديال الجمله. تصور 2400 وعاد زيد القز هذاك النعناع شاري فيه 400 ولا 500 تاع هكا راه تصور 6000 في السوق 5000. لا كانت السلعه ديالي راه مصوره كانت شاريه ما مصورهاش. ما تصورتش 4000 5000؟ اي صوره واه صوره ولا كانت السلعه عندي. وما كاينش ما بدا منكم هنايا انتم هاد الصب كامل كنت عارشيه واحد يرد على واحد. ياكلوا ياكلوا الله يحسن العون. واخا تكون تصور مليون تصيري لابد من الصير. شحال هذاك الخرشف؟ راه كبر خطيرين هنايا في مالينا الربيع. هو هو حسن وكلشي هذا الصف كامل مهنته اللي شحال الخرشف بعد؟ شحال 120. خطير خطير خطير. شتيتها 10 دراهم ولا بالي شي حد يقول لي 10 دراهم خطير هذا. بس ايه الحاج مشايب راه صاحبنا كي داير الحاج مشايب ياك بخير؟ بالقاسم تهلي فيك ولا شويه؟ اييه ملعب هاد الخضار ديما سميم وليالي اللي خرجت تكون عنده قال قل اياك راه الحاج مشايب على حياته. بشحال بعتي التفاحة بالقاسم؟ 12 درهم. والعنب؟ هو 12. والعنب عندك ثمن زوين. باعوه ب 15 درهم البارح في خريبكة. ما قديناش نقولوا 15، ما عندناش ثمن ديال 15. والليمون بشحال بعتي؟ 8. كي داير الليمون هذا منين؟ هذا ديال الغرب. ماشي هذيك الحرشة لا؟ وهذاك الرمان شحال درت؟ الرمان كاين 5. الحاج مشايب راه قريبة. دير شي بطاطا الحاج ولا والو؟ دير بطاطا سهل. راجل نشيط راجل مخير وعزيز علينا راجل طيب. فاش؟ او تاني قلنا درويش غادي يكون ناقص. غالي كاين شوية الغلا. شو هذا راه بغى يمشي. الله الله مسكين. دوزي كرتي رجال هذا بلدي ولا كيفاش؟ هذا بلدي. واه يا بلدي مشي كيما قلت لك سيدي. وهذا الربيع شحال؟ جوج ثلاثة. شحال؟ انا قلت لك لا بغيت تحول. والنعناع؟ النعناع درهم. هاي تيشو 140. شحال؟ 140. تصاوبت لك تصاوبت ورا الرفيسه هذا وقت الرفيسه راه وقت الرفيسه هذا الخضره دير الرفيسه. ها الله يديرك صافي طيحوا الخضره خليها تكثر واحد السيمانه. على الطيدين هذه مول غير المعري كاملين على الرقمه ديالي ورا السوق هذا خطير راه لابسه شي حاجه بحال المكشوف بحال اليدين ما وغادي يدير رفيسه اسي 96 غادي يكون ديال البلاستيك على الرقمه ديالي زيد يلا كل اللي قال شي رفيسه وزيت العود رفيسه وزيت العود السمن حار الشركة ديال الحول يا جمرها ها الشركة ديال الحول يا فاطور ديال الحول ديال الحول الشاري قال كي داعم كي داعم دار بيدا خلاها من العيالات ودايا عاقوبي قال شحال تيقولوا 140 تيقولوا 140 راه 120 هادو تماحي من القدامى هنايا في وصاو مع هاد الراجل صاو مع هاد الراجل راه جاي من المدينة عندكم لا 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 ولد العروبية هنا في الله شتك هاز كابوطة ولكن اللي باقي انا خويا بالله العنب تاكل 150
قول لي سير هاي قول لي الفلاح اللي باقي ما داروا معه والو لا زال باقي والله ما تداخل في هذاك الشيء انا انا تنوري بحال ما هادشي بحال الجالي قال المغربي قال الناس مال المدن الكبرى والناس اللي مولفين اسواق الاسبوعيه بالمملكه المغربيه تنوري هاد الخير ما ضروا ما ناقشوش معاك كاع سير معود ما قلت رجال انا 240 وصاحبك مطليفك ولا لا؟ او سيدي راك ما باركيش على المعام وما عندي ما وهو واحد الدرواش تي انا تيجيني واني خاطئ اتي اي بحال الزبال ياك تشبانيو لا اشبانيو